الظاهر لازم تعرف مين اتجوزت. هو يا مرتك هي خانتك يا سليمان. مع ليو الرسام الأجنبي. أنت عارفاني خطورة الشي اللي عم تحكيه؟ شو هالاتهام هاد؟ مع الأسف هيام ما منيحة. خانتك وما رف إلا جفن. جيبيلي دليل. بدي إثبات على هالشي. معقول الحقد والكراهية خلوكي تعملي هيك؟ وإذا سمعت هالشي من هيام وقتها بتصدقني؟ إيه وقتها أكيد رح صدق. نادولي هيام. شوفي سلطانة الأم ليش بدها ياني؟ ما بعرف يا سلطانة. كيف ما بتعرفي؟ ما قالوا لي شي. خير إن شاء الله. مولاتي قال بدك تشوفيني. يعني صار اللي بدك اياه. والسلطان كتب كتابه عني. ومين ما بتتمنى هالشي يا سلطانة؟ كنت أحلم فيه والحمد لله إنه تحقق. وهلأ شو ناوية تساوي؟ أنتي على شو عم تخططي؟ ومن مين حابة تتخلصي؟ يمكن ناوية تنتقمي لليو حبيبي. جاوبيني، حكي مزبوط ولا لا؟ مولاتي شو بدك مني بالضبط؟ انت لوين بدك توصلي؟ بدك ياني اعترف بشي انا مو عاملته بس لاني كتبت كتابي؟ سليمان بكره رح يعرف كل شي. ما في داعي نشغل بال السلطان بمواضيع كلها كذب. لا مو كذب. الرسام مو انت يلي طعميتي السم بايدك مشان يموت يا هيام؟ اوعى تكذبي علي. مولاتي انا عشيقك ليو مو قتلتي بإيديكي؟ مو مزبوط هالحكي بنوب مولاتي. مين اللي قلك هالشي؟ سامحيني بس أنا عن جد مو فهماني عن شو عم تحكي بنوب. أنا قلتلك لتكوني مخربتة مولاتي. هيام ما بسمح لأي حدا يفرق بيني وبين السلطان. كيف مولاتي بتتهميني بالخيانة؟ ولا بس بدك تنتقمي مني؟ معقول كرهك إلي وصل لهالدرجة؟ يا خسارة. كانت بدها توقعني. كيف عرفتي هالشي؟ سليمان كان واقف جوا انا شفته درة. كنت رح اتورى. ضروري كنت تخبريني انه جوا لاني لو ما انتبهت انه هنيك كان رح يكون هلا راسي مو بمحله. يا ابني انا كنت موجود وسمعت كل شيء. انا هلا صدقت وفهمت يا سلطانة انه هيام ما لزم ببنوب. انا بعرف انه هي مستحيل تقدر تخونني. بجوز هيام حست انه انت هون مشان هيك. سلطانة خلص بكفي. شو هالحقد والكره اللي مالي قلبك؟ قولت تتهمي ام احفادك بدون ما يكون في دليل بايدك يقدر يثبت هيك شيء؟ والله انا متفاجئ.